طب معنا طبعا مهرجان القلعة اللي لا زال مستمرا بمنتهى النجاح كمجرة العادة، بمنتهى التألق لهذا المهرجان الرائع والعظيم. طبعا معانا على التليفون واحدة من أجمل وأروع الأصوات، نجمة من ألمع النجوم، لينا شماميان. ازيك يا لينا؟ تسلم لي على التقديم، شكرا كتير. عاملة الحمد ايه؟ لله تمام، انت أخبارك كيفك؟ ايه؟ أنا الحمد لله كله تمام. احكي لي، قولي لي ايه اخبار المهرجان والغنى والجمهور المصري المره دي؟ انا مشتاقه كتير، صار لي فتره طويله، صار لي تقريبا سنه ما عملت حفله يمكن، تقريبا فمبسوطه كتير انه حشوف. انا مهرجان القلعه بحبه كتير، يعني هيك له مطرح خصوصي بقلبي. ليه؟ اشمعنى؟ تعرف شغله، اول ما جيت على مصر جيت على مسرح الجنينه، كان مهرجان حي. ايوه هاي الحفلات ضل في إلها بقلبي ذكرى خاصة، إنه كانت هواء طلق وكانت قريبة من العالم كتير. صحيح. مسرح القلعة العدد العالم يكون أكبر بكتير، بس هو شبيه بمهر مسرح الجنين، شبيه بهداك الإحساس الأول. فبالنسبة إلي كأنه مبرع على البدايات، ايوه فهمت انا كده. بحبه كتير، بحب إني أشوف العالم، بحب إني أشوف العدد ناس كتير، بحب ان الناس بس تجي بتكون جايه ومستعده تشارك وتفرح وتقضي وقت حلو، مو بس انه هي جايه تفحص، ما في حاله الاختبار، لا، انا جايين فعلا يشاركوا يعني بكل حواسهم، فبالنسبه لي هذا الشيء كثير مميز. صحيح صحيح. طب وقولي لي، ناويه تغني ايه المره دي؟ حضرتي كثير. ليست زي ما بيتقال؟ نعم؟ حضرتي مجموعه اغاني مخصوصه ولا هتسيبيها على شكل تفاعلك واحساسك بالجمهور؟ لا، في أغاني خصوصي جديدة. ها زي في لا، ما هي مفاجأة الحفلة. مفيش أي مفاجأة لبرنامج التاسعة؟ ده احنا أصحابك. لا بعرف قد ايه بحبكم، بس بجد لأنه هي مفاجأة الحفلة، وحتى عامل شلون هيك فجأة بقلبي الحفلة بتطلع الغنية. طيب يعني دي بس أغاني، أغاني مصري، أغاني مصرية جديدة، المرة راح يكون في عدد كبير أغاني مصري، ماشي. أغاني صعيدي، أغاني لا فلاحي، لا لا، ففي تشكيلة أغاني أنا قاعدة عم بتعلم، أنا بذاكر عشان لينا الحفلة. شماميان هتغني صعيدي؟ هغني صعيدي وفلاحي. ده حدث. لا ليكي حق. طب كويس، احنا كده خدنا اللي احنا عايزينه. بصي انا كده تمام، لان كده معناه ان اغاني اول مره هتغنيها لنا، وبعدين اغاني فلاحيه مصريه واغاني صعيدي، فكده انا تمام. حتى لما قلتليش اسامي الاغاني انا مرضي، انا مرضي. لك يعني عن جد، انا بحس الاغاني التراث دائما فيها شيء مختلف، فيها شيء بكل صح. البلاد في شيء مشترك باغاني التراث. فبالنسبه لي في معي ضيوف حتى بالحفله، في اغنيه ان شاء الله حتظبط مشتركه انا ونسمة محجوب صديقتي والمغني جميل رائع القمر، رائع. فنحن عاملين سوا كولابوريشن اصلا، لهيك اخترنا انكم بنفس اليوم. وحيكون معي ضيوف كمان عن مسرح، في مغني مصري حيكون موجود معي، مين؟ فمبسوطة عرفت الحفلة هالمرة مختلفة، جدا كثير شراكة كثيرة، جدا مشاركة جدا. كثيرة. مين المغني المصري اللي معاكي المرة دي؟ هو شاب اسمه أبا نوب، بيغني. هو قعد فترة طويلة قعد بالصعيد وقعد مع البدو بس ليتعلم طريقة الغناء هاي. بيشتغل كمان أكثر بلبنان بالأندرجراوند ميوزك، بس معي رح يكون ضمن الفرقة ورح يغني الأشياء الشعبية كمان. طيب ده شيء رائع كده. الحفلة دي هتبقى حفلة مميزة ومختلفة وجديدة، وهتنور بصوتك. تسلم لي، تسلم أشكرك، لي. ربنا يخليكي. ألف ألف شكر ليكي ومنورانا، وبالتوفيق دايما. شكرا المطربة لك، وبانتظاركم إذا فيكم تجوا بجد. لا احنا هنيجي وانت هتيجي، يعني انت عارفة التاسعة ده احنا بنعتبره برنامج بتاعك مش بتاعنا احنا. تسلم لي. فتنورينا بعد إذنك لو سمحتي، اوجدي لنا كده ايه ساعة نقعدها سوا عينيا عشان تغني لنا صعيدي في البرنامج. حاضر عينيا، اتفقنا، حضر لك الخير. ألف ألف شكر ليكي. احنا بقى بما انه صعيدي يعني عندنا تقولي، نقول تعيشي، فتعيشي يا لينا. ألف شكر ليكي، نجمة الرائعة دائما المتألقة، دائما صاحبة الصوت الساحر لينا شماميان.